أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن للأمة أن تجتمع في هذا الزمان مع ما فيها من الشرك والبدع؟ وإذا حصل ذلك فهل سينتصرون على عدوهم على ما هم عليه من الشرك؟ تجتمع على ماذا؟ إذا كان عندهم شرك فلن يجتمعوا، يكونوا كالذين قال الله فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما يجمع المسلمين إلا التوحيد والعقيدة، ولا إله إلا الله علما وعملا واعتقادا، هذا الذي يجمع. أما بقاؤهم على الشرك فهذا مستحيل أنهم يجتمعوا، ولو اجتمعوا ظاهريا لن يجتمعوا في الباطن والقلوب. والمدار على اجتماع القلوب، ما هو بالاجتماع في الكلام أو الاجتماع في الأبدان، لا، العمدة على الاجتماع في القلوب، هذا الاجتماع النافع. نعم.